السوق حد ديال البروز الاخوان بتاريخ الاخوان 26/5/2024 بصح لود عمي ديت حوليات 35 الاخوان هادو راه 1750 درهم باش مشاو الاخوان 35000 35000 هادي الاخوان دير عمي بخير لاباس عليك نصوروا هاد الباك الله يحفظك تبارك الله عمي شحال ديتي الخير 88 هذا الاخوان راه مشى ب 4400 درهم 88 كي جاك السوق عمي ها ما بيش هذا العيد ان شاء الله حيا ان شاء الله سير عمي الله يقبل لكم الله يقبل لكم الله يسر عندك عمي عندك الرصه قدام عندك عندك الرصه سير 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 صافو تبارك الله شحال ديتي 42 باش شريتها 42 تبارك الله تني غيكون تني تني ولا سنين الحليب تني تبارك الله اياه اياه 42 2100 درهم تبارك الله سير خويا سير الله يقبل لكم الله يقبل الله يحفظك شباب شباب شحال شحال خرجت خير الله شحال شحال تقريبا من الناس تالي من 70 والفوق من 70 الاخوان 3500 درهم والفوق الاخوان باش خرج هذا الخير هذا اللهم بارك تبارك الله الله يبارك سير خويا سير الله يسر لكم من قلب سوق الحد ديال البروشه الاخوان تاريخ 26/5/2024 تحياتي الاخوان داخل الوطن وخارج خارج الوطن صباحكم مبروك الله يسر الامور جميع شحال قلت لي اخويا هذا 70000 هذا 70 فيهم التصفير 70000 الكبار 81 الكبار الاخوان الغلاظه الاخوان 4050 درهم تبارك الله الله يبارك سير خويا الله يعطيكم الصحه الله يسر لكم الله يسر لكم خويا الله يسر لكم رفاتكم تبارك الله عليكم تبارك الله اخوان حنا غادي نصوروا لكم الاخوان اقل حاجه كاينه في السوق اقل حاجه الاخوان كاينه في السوق غادي نصوروا لكم بالنسبه للاخوان اللي كيصوروا صورنا خرفان صغار ليكم الثمن ديالهم مناسب خويا شحال عطاكم في هاد الحول 60 امي انت دابا زينا بغينا نقلبوا للدراوج فهمتيني انا نقلبوا لهم شويه على على يعني على الخرفان اللي كيكونوا في الحد ديال البروز هذا الاخوان راك عطينو 3000 درهم شحال قلت لي خويا 64 كيقول الاخوان هو 3200 درهم المهم عطى الاخوان راه عطينو 60000 خويا تبارك الله عليك شكرا كنشكرك خويا كنشكرك تبارك الله الاخوان دابا اليوم ان شاء الله بغيت نحاول دابا عدد ديال الاخوه كيقول لك صورنا خويا رشيد من قلب البروز السلعه ديال الدراوش هذاك الشيء علاش اليوم حاولنا نهبطوا شويه ها ولك ما طالعش عاد مالي الغليظ اي ما طالعش عاد مالي الغليظ عناي شحال عطاو هذا عطاو 56 56 هذا الاخوه عطاو 2800 درهم الاخوان 2800 درهم 56000 شحال قلت لهم بيعاود عاد حنا باقي شادين على شويه قلت 8 قلت لها شويه شويه يعني اللي زعم معاك شوي يديه صافي تبارك الله عليك اود عمي الله يسر لك الله يسر لك الله يسخر لك الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله تبارك الله الاخوان الله يبارك الله يبارك الاخوان الثمن خويا شحال عطاو شحال عطاو الخير 84 هذا الاخوان راه عاطينو 84 يعني 4200 درهم 4000 هذا سنه الحليب سنه الحليب شحال قلت لي من البيع خويا 90 90 كيطلبوا الاخوان 4500 درهم 4500 درهم الاخوان خويا الله يسر لك الله يسر لك كنشكرو حنا الاخوان كنديروا نحاولوا لو ماكسيموم نشدوا لكم الخرفان ديال الناس الدراوش وحنا الاخوان راه كنا دراوش في طاعه الله الاخوان خويا الثمن خويا 48 48 وشحال قلت لي نبيع 52 هذا الاخوان راه عاطينو المعطل عاطينو 48000 48000 والاخ راه قال لك يقول 52000 تبارك الله خويا راه يعيط تبارك الله يعيط ها هو يعيط 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 تبارك الله وهذاك اللي عند الوالد اي الدراوش ها تو 48 ما عرفتيش 52 هي الاخوان هذا راه عاطينو 52000 الاخوان هذا راه 2600 درهم 52000 فين انت فين سير خويا الله يعاونكم تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله عمي الخير سنه الحليب سنه الحليب 70 هذا الاخوان عاطينو 3500 درهم 3000 و500 درهم الاخوان عمي اكسب هذا اكسب تقول شاري شاري من السوق صافي يعطيك الصحه عمي يعطيك الصحه هذا الاخوان 3000 وشحال قلت لي مع عمي البيع
كنت تريم 80 ما بغاوش عمي ولا لا جا شي درويش عمي وزادك شويه عطيك قضي صافي يعطيك الصحه عمي قال لكم الاخوان لا جا شي درويش عطيني هذيك 70 قال لك نقضي معاه الغرض سير عمي الله يسهل عليك الله يسر لك الله يسر لك شكرا شكرا عمي شكرا انا الاخوان الله يبارك اسمعني اسمعني هاد العميمه الاخوان قلت لي راك غنصور السلعه ديال الدراويش قال لي تعال اجي مرحبا بك تبارك الله هذا عمي شحال الثمن هذا 66 هذا مسكين 66 3000 هذا البيع ياك البيع عمي البيع الاخوان هذا يقول لنا يقول لنا البيع هما 66 لواحد الاخوان هادو 3300 درهم 3300 درهم بالنسبه للاخوان اللي كيقول لك السوق ديال البروج راه فيه الغلا راه كاين الاخوان راه كاين لوشوا راه كاين كاين المليحه عمي بثمنه ياك المليح بثمنه لا في سوق البروج في جميع الاصناف كاين المليح كاين المويان كاين القليله كلشي كاين الاخوان هي هادو الاخوان راه قال لكم عمي باغي فيهم 66000 في الواحد يعني 3300 درهم الاخوان تبارك الله وهادو دعم هادو عمي هادو دوزناهم الاخوان 3300 درهم الواحد الاخوان هادو عمي هادو بحال بحال تا هما 66 هادو الاخوان كيقول عمي 66000 الواحد الاخوان 3300 درهم الواحد جر واحد سير عيد مع راساتك الله ييسر الامور ها واحد اخر هذا الاخوان 2000 هذا 56000 الاخوان اي 2800 درهم 2800 درهم عاود هز هذاك راسو ديال 2800 درهم الله يرحم والديك تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يبارك يا عمي 56800 درهم الله يعطيك الصحه عمي وكنشكروك بزاف الله يحفظك الله يسهل عليك الله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك الله يحفظك تبارك الله الاخوان شحال سمعتوا عمي في الخير 58 هذا الاخوان راه سامع فيه عمي 58 يعني 2900 درهم 2900 درهم واش حكيتي لي مع عمي البيع 60 كيقول عمي 3000 درهم الاخوان عمي قربتي قربتي عمي لا جا شي درويش خدي معاه الغرض عمي سير الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يسهل عليك الله يسهل عليك تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله الثمن عمي شحال عطاو في هذا الخير؟ 76 عطاو 76 هذا الاخوان عطاو 3800 درهم 3800 درهم اكسيبه عمي ياك اكسيبه اكسيبه تبارك الله وش حكيتي مع عمي البيع؟ 80 اي كيقول عمي 4000 درهم الاخوان معطى اللي عاطينو عاطينو 3800 درهم الاخوان عمي الله يسر لك الله يسر لك عمي الله يجيب تيسير تبارك الله واخ تبارك الله الاخوان الله يبارك خيرات السوق الحد ديال البروج الاخوان اليوم تاريخ 26/5/2024 تبارك الله خيرات مليح تبارك الله الله يبارك شحال هذاك اود عمي هذا خويا 140 140 هذا تباع ياك مبيوع لا باقي مازال طلب فيه 140 هذا الاخوان خيرات دراري بخير الله يحفظك خويا بشحال ديتو هاد الخير اخويا الله يحفظك حيدوا لكم من الخرفات سير خويا الله يسر لكم سير الله يسر الامور خويا ودعم عده شحال 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 عبد الله مية واثنين وعشرين هذا مش ديتي عبد الله وش عبد الله عبد الله أيه كل شيء عبد الله كل شيء عبد الله رحنا رحنا إحنا بيد الله والله يسر لك خويا قال لكم الإخوان هذاك راه 122 جاتني شوية غريبة واش نقول لكم ليلى يلا سير شحال هو؟ أودع شحال شحال؟ 180 100 السلام عليكم شباب شحال شحال اخويا خرجت هذا؟ ها؟ 78 هذه الاخوان راه خرجت ب 3900 درهم 3900 درهم الاخوان 3900 درهم باش خرجت الاخوان هذه 78000 سير الله يسر الله يسر الامور خمسة
السلام عليكم خويا، شحال ديتو هاد الخرفه؟ الله يجازيك بخير. 53 تبارك الله اخوان، هادو راه 2650 درهم، 2650 درهم، يعني 53000 الاخوان معاهم هادو تامن. شوفوا لكم الاخوان هادي اللي خرجت ود عمي، شحال خرجت هادي؟ الله 96.5. هادي الاخوان 4825 درهم، هادي كاليتي 96.5 الاخوان. تبارك الله. مليون ولا مليون ونص؟ شحال اخويا شحال خرج؟ اقول مليون. ها مليون قلهش. عدك لا ما تقرصوش من الله. دابا يقدم الناس قدامك. شحال خويا شحال؟ الله يرضي عليك. مليون 10000 درهم. هادشي ياك هادشي اخويا، هادشي الاخوان هذا 10000 درهم الاخوان، 10000 درهم غالبا غيكون سداسي الاخوان هذا. اييه ثلاثة الإخوان ما شاء الله. خويا الزيد شحال؟ 124 ديال الإخوان، 6203 خرجوا جملة 124، 6200 درهم. يلا صافي 6200 الإخوان، الله يبارك. السلام عليكم، شحال اخويا خرجت هذه؟ الله يرحم والديك. ها سير اخويا سير. الله شحال عمي وعمي شحال ديت الخرفه؟ الله يجازيك بالخير. 97 هذو الاخوان مشاو ب 4850 درهم. 97 هما 40 على الواحد الاخوان. صاحبي شباب السلام عليكم بخير الله يبارك. شحال اخويا ديتو هذا؟ شحال ديتو هذا؟ شحال ثمن؟ ثمن ما عرفتيش؟ سير سير يوصل عندنا الباطرون خويا اشرف الله يحفظك. الله يحفظك الله يحفظك عمي وعمي شحال ديتو هذا الخرفان؟ الله يرحم والديك الله يجازيك بخير. 68 الاخوان هذه 3400 درهم، 3400 درهم الاخوان باش تشاتها. السلام عليكم السلام عليكم خويا الله يجازيك بخير. شحال ديت هاد الخوان؟ الله يحفظك. 90 لواحد 91 94. صافي يعطيك الصحة عمي. هذا الاخوان 4050 درهم، وهذا 4700 درهم. العيد ان شاء الله عمي، الله يقبل لكم الله يتقبل عمي. سير سير الله ييسر تبارك الله الاخوان. غادي نشوفوا لكم هاد عشرة الحوالة، عشرة الحوالة عند اخ عبد الغني. اييه تبارك الله ايمان جديد ومليح. تبارك الله ومليح بالواحد. زيد 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 جديد ومليح. واه زيد زيد اللهم بارك الاخوان. هنا الاخوان، هنا الاخوان دابا غادي نتحولوا لكم شويه عند الغليل، نديروا الاخوان كله وخاطره اصحاب المويانه شويه، ولكن راه تصحاب اصحاب الغليل الاخوان تما غادي نتحولوا عندهم تما نصوروا لهم شويه. وحنا راه كنديروا الخاطر للجميع الاخوان، وحنا كصانع المحتوى خاصنا نديروا الخاطر لجميع المتتبعين، والله يسهل على الجميع والله يرزق الصحه والسلامه. هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله. هما شحال من حوالي اخويا عبد الغني؟ 10 الحواله هما اخوان هنا، قرا 10 الحواله هما تبارك الله الاخوان. 10 الحواله دقت برا اخويا عبد الغني والو ما كاينش العيب، دقت برا الاخوان العيب الا العيب الا الاخوان. تبارك الله الله يبارك تبارك الله. تلقى ذاك اخويا عبد الغني وجر شي واحد اخر الاخوان. ها هو الاخوان ما نوريوكش يا واد. تبارك الله الله يبارك تبارك الله. اييه تبارك الله. الراس قديش؟ ها تبارك الله اللهم اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. خويا عبد الغني شكاين الثمن هنا؟ الثمن 120 120 هنا الاخوان. 6000 درهم اللي كاين الاخوان دابا، 6000 درهم الاخوان.
والثمن ديال البيع قلت لهم اخويا عبد الغني 126 كيقول الاخوان هو 126. المهم الاخوان المعطاق راه سمعتوا شحال عاطينو غنشدوا لكم النمره تواصلوا مع الاخوان كانت باقي راه حاطين شي حاجه تما في الدار بيضاء اي كانت باقي عنده الاخوان راه غيبيع ويشري معكم تباعت راه يقول لكم تباعت ياك خويا عبد الغني يلا قول اخويا عبد الغني قول النمره 06 64 39 41 01 عبد الغني الله يستر لخويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك الشباب كدير لاباس عليك كدير مع الصحه كلشي مزيان عمراني كدير الوليد الحمد لله الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله قول لي ما كاين كيفاش نجروا لك راه سيد ما كاين كيفاش نوريوك ها الله يحفظك هيا المتتبعين المتتبعين ديالك راه عزيز الله يحفظك اخويا الله يحفظك الله يعزك تاتوما هيا تاتوما راكم عزاز واهل المعقول تبارك الله اي شحال شحال هي من حولها سمين 31 هنا الاخوان راه كاين 31 الراس العيب العيب ما كاين حتى واحد زيطي صافي الاخوان راه دقه برا ما كايناش الاخوان تبارك الله اي تبارك الله الاخوان الحواله الاخوان تبارك الله اي تبارك الله الاخوان حواله ما شاء الله ما كاينش كيفاش ندوروا الاخوان ما كاينش كيفاش ندوروا معاهم انتما كتشوفوا الاخوان ما كاينش كيفاش ندوروا اي راه سلعه وحده الاخوان وراه نقى الاخوان وهادو راه اهل الثقه الاخوان هاد الناس الثمن شحال مسكين معكم خويا 105 خويا راشد اللي كاينه اللي تامره الاخوان اللي تامره الاخوان 105 يقولوا بحاله 130 شادين عليها المعقول اي اللي تامره الاخوان 5200 و50 درهم 5250 درهم يعني 105 تبارك الله الله يبارك واخا اللي بغى يتواصل معكم مرحبا قول 06 81 64 76 36 تبارك الله عليك اود عمي الفرادي شحال واحد كيتصل من عندك المتابعين المرحبا بكم اي الله يحفظك اي الفرادي راه ما كنخليش في الدار لازم كيبقى يقول لك كنخلي في الدار كاين كنبيعوا الفرادي بالنسبه للدار لازم بحالي باقي ما كنخليوش باقي ما كتخليوش كيضحك يجي كيقول لك انا بلاصه الموقع هذا الموقع كيضحك يجي بلا ما يخلفوا كيضرب الطريق باطل لا ولكن تكون عارف هو خصو من الاول ملي عيط لك قبل ما يدي بلاصه عندك خصو يسولك خويا واش عندك حولي العيد واحد وهذيك الساعه اللي قلتي لي يجي مرحبا راه يجي كنعطيو المعلومات الله يعطيك الصحه كاين واحد يقول لي اجي مرحبا كيضرب الطريق باطل لا لا حنا انتم راه كنعرفوكم اهل الثقه اش انت خويا راشد الله يحفظك سير خويا الله عارفينك شنو الله يسر لك خويا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك انا الاخوه راه كنصور وشاد هذا الحول هذا انتم مولاه ما بغى يديه خولينا خايف وليت خايف يضربني هذا الحول هذا والشباب خويا شحال ديتو الحوالة الله يحفظك 4000 درهم هذه الاخوان 4000 درهم باش خرجت 4000 درهم الاخوان باش خرجت ها انتم الاخوان باش تعرفوا الزحام ما لقيتش كيفاش ندور العدة شد عليكم قادة 80000 الاخوان هذه باش خرجت ايوا الله يسر الجميع الله يسر الجميع كلشي بخير امور مزيانة الله يبارك فيك الخير هذا تبارك الله اللهم بارك تحياتي خويا عبد الحق تبارك الله الله يبارك زير السم سداسي تبارك الله زروا زروا قربوا شويه عندنا هنا تبارك الله سداسي مرشوم هذا مرشوم مرشوم اش مرشوم سوبر تبارك الله الثمن شحال هنا اخويا 1.2 مليون باش ديتو داو الاخوان ب 11000 درهم داو الاخوان ب 11000 درهم راه عاطينهم 400 درهم دابا اللي عاطينهم ديال الرباح تبارك الله والورقه شحال تبارك الله تبارك الله الله يبارك مليح ياك هذه تحسين سلاله تحسين سلاله واخا خلي النمره بعد حباب هما سمعوا كل شيء يبغى شي حاجه يتواصل معاكم قول 06 93 74 20 35 سير ود عمي الله يسر لك سير الله يسر لك كان باقي عندك بيع وشري مع الاخوان تباع تباع سير الله يسالعك خويا الله يسالعك شحال هذاك هذا الخير تباع؟ تباع اخويا هذوك الزوج هاد الزوج هادو واخا نداو بهاد الزوج هادو تبارك الله اللهم بارك الاخوان هادو بجوجهم ثنايا مليون قال 10 الواحد مليون قال 10 هادو الاخوان راه بجوجهم ثنايا هما مرشومين راه تباعوا بمليون قال 10 الواحد ياك بحال 190 الواحد هادو الاخوان راه بحال تباعوا ب 9500 درهم الواحد اللي باقي ما نبيعوش يا اخوان احنا غادي نشدهم لكم واحد جوج ثلاثه اربعه واخا نبداو هذا هو الاول اللي شاد في يدك السن ديالو تبارك هذا سداسي هذا الاخوان السن ديالو راه سداسي الله يبارك هذا السن ديالو راه سداسي الاخوان ها هو تبارك الله هذا الثمن شحال هذا عاطينا دابا مليون و16 مليون و16 هذا الاخوان راه عاطينو مليون و16
اييه هذا اخوان راه عاطينو 1,16,000 نجيو عند هذا اييه هذا الاخوان. السلام عليكم شباب بخير. اثنيكتني اثني الاخوان هذا هذا اخوان راه عاطينو 1,030,000 11,500 درهم 11,000 درهم و500 درهم زيد اود عمي وري الاخوان هذاك الشيء اللي باقي اللي ما بيوعينش فينا هما. هذا اي هذاك تعرفنا الثمن هذا ما عرفناش الثمن ديالو. هذاك هذا تنقول 180 180 السن ديالو ني هذا السن ديالو الاخوان راه ني كيقول 180 هذا الاخوان راه رباعي الاخوان. هذا قلتي 176 هذا الاخوان كيقول 176 8,800 درهم 8,800 درهم تبارك الله الله يبارك بخير بدا ها الله يحفظك الله يطول لي عمرك الله يبارك فيك مليحك سير مليح الله يبارك مليح ولكن الثمن خلي المتابعين هما هما يقولوا هما اللي هما اللي يحكموا واخا خلي الاخوان النمره اللي بغا يتواصلوا معك واحد الباب 0657 81 55 84 84 سير الله يسر لك امور الله يسر الله يسر وهذا ولد عمي هذا خويا اللي ماشي اللي معطى لي عاطين السوق اش عاطيك السوق والو انتوما كتقولوا 160 اثنين كيطلبوا فيها الاخوان 8,000 درهم الله يسر لكم اولاد عمي الله يجيب التيسير تحياتي للاخوان داخل الوطن وخارج الوطن هنا الفيديو ديالنا كيسالي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.